في الدرس ده يا شباب مش هنستخدم غير الثلاث صور اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول، تمام؟ هنركز من خطوات بسيطة كالعادة جدا، كل اللي هنعمله بس هو محبة التركيز، وان شاء الله الموضوع هيكون زي الفل يعني. فخلينا نبدأ سريعا كده بأول حاجة. الشخص ده طبعا زي ما بقول دايما في كل الدروس بحمل الصور منين؟ شاتر ستوك، فري بيك، اي ستوك، الثلاثة دول او احيانا جوجل يعني. فنخش على طول في الدرس. طيب اول حاجة انا هعملها ان شاء الله هو ان انا احاول اخلي الشخص ده يكون مدي على الكريكاتير كده، اللي هو الاشخاص الكرتونية شوية، وبالريتاتش هنقدر ايه نظبط الدنيا يعني. فهفتح المقاس، خليني مثلا هشتغل بيكسل 2000 مثلا في 1600 مثلا يعني، براحتك انت بقى. هخلي الريزوليوشن 200، تمام. هجيب الشخص ده معايا، وبعد ما هسيبه هنا اتاكد ان انا عامل كونفرت سمارت، قلنا عشان لما نصغر الصوره ما تبكسلش مننا. طيب هحاول اصغر الجسم كده بالشكل ده، تمام. ركزوا معايا في الخطوه الجايه. همسك البين تول وهبدا اقص من عند الدماغ بس بعيد عن الرقبه، يعني من عند دقنه كده، تمام. هو عنده بس ايه شويه حاجات رايحه وجايه اهو. وبعد كده هعمل سيلكت على الدماغ لوحدها بالشكل ده، وممكن اعمل راسترايز عشان اقدر اخد الراس لوحدها في لير. وهروح عند السيلكت كده، هدوس كليك يمين وهختار لير فيا كات عشان يبقى معايا الراس لوحدها في لير. هعمل لها كونفرت، وبرده الجسم هعمل له كونفرت، وهمسك الدماغ لوحدها هبدا اكبرها بالشكل اللي انت شايفه ده يا معلم اهو. ممكن سيكا كمان زي الفل. هو اصلا الشخص باين جدا يعني، تحس ان هو ملامحه اساسا مدية على شكل الكرتون يعني. طيب الخطوة اللي بعد كده هو انا هبدأ اصغر الصورة نفسها واجيبها شمال شوية، وهروح للصور. كل اللي هعمله هاخد الصورة دي احطها كده كباك جراوند ورا، ممكن اكبرها بالشكل ده، ممكن كمان المقاس ده ابدا اوسعه كده على اساس ايه ان انا هاخد الباك جراوند كلها يعني، مش هقص منها حاجه، تمام. الخطوه اللي بعد كده هجيب العربيه، هخلي بس النسبه والتناسب بتاعتها تكون مظبوطه، يعني ايه ما تبقاش عامله كده، لان المفروض الشخص هو واقف قدام وهي ورا، فاحنا عايزين ايه نبين ان في تباعد كده، ان هي واقفه ورا يعني بعيده شويه عن الشخص، فهنصغرها يعني بالشكل ده اهو. خلينا نقول كده اوكي مثلا، اقربها شويه، اكبر دي شويه، تمام تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده هو ان انا هحاول اخلي العربيه تكون واخده نفس التون بتاع الباك جراوند، يعني تحس ان الباك جراوند فيها درجه موف كده. فانا كل اللي هعمله هروح للكالر بالانس وكنترول الت جي عشان اقدر اعمل اللي انا هعمله جوه العربيه فقط اهو، وهبدا ادخل اهو التون كده حاجه يعني بسيطه قوي، ما تبقاش زياده اهو، تمام. والخطوه اللي بعدها على طول هو ان انا هجيب البرايتنس كونتراست، وبعد كده كنترول الت جي برده عشان اقدر ادخل اللي انا هعمله جوه العربيه فقط، وهقلل البرايتنس على اساس ان انا اخليها تبقى واخده شكل الضلمه كده شويه، والكونتراست ممكن نزوده شويه يعني، تمام. وهجيب الاستيكه، هدوس على المربع الابيض ده وهبدا امسح، شايفين يعني، هزود بس الفلو، هبدا امسح البرايتنس من على العربيه من الجنب ده على اساس ايه الإضاءة اللي هنطلعها من الكشافات تبقى كده منورة العربية، أو كمان الباك جراوند اللي ورا فيها نور، فإيه يعني تبان إن في إضاءة ضربة أو لايت ضربة من على الشمال، ومن على اليمين طبعا هنسيبها غامقة زي ما هي. طيب الخطوة اللي بعد كده هو إن إحنا هنجيب البين تول وهنبدأ نرسم اللايت بتاعة الكشافات بالشكل ده. يعني مثلا كده كويس، تمام. كنترول انتر عشان اعمل السيلكت، وهاخد كوبي من الباك جراوند كده وهطلع باللاير دي فوق خالص بالشكل ده. ركزوا معايا في الخطوه دي، هبدا اروح للفلتر والبلور
وهختار الفلتر ده، ده عشان بس ينعم لي ايه الحواف بتاعة الشكل اللي احنا رسمناه. وبالاستيكة هقلل الفلو وخفيف كده، يعني ركزوا معايا خفيف كده، هبدأ امسح اول اللايت على اساس ان هو ايه برضو الحاجات الحادة دي تبدأ تسيح معايا بالشكل ده. تمام، واخر اللايت كمان من هنا. طيب اوكي، خلينا اعمل لها زي ماسك كده وهمسك، شايفين الشكل ده، لو عم يعني هشد من اليمين للشمال وهسيب من هنا كده، شايفين بيعمل ايه؟ فانا هحاول يعني لو ما ظبطتش يبقى مش شرط، خلينا زي ما احنا. هخلي بس اللايت تكون، لا خلينا زي ما احنا من فوق خالص زي ما هي. تمام، كنترول تي وهبدا كنترول كده وهسحب الجزء ده بالشكل ده. وممكن الاستيكة خلينا نحذف بس الحاجات الحادة دي يعني. تمام، ركز معايا في الخطوة دي بقى. هعمل كوبي من لاير وهمسك كده كنترول تي وبعد كده كنترول وهبدأ أشد من تحت ومن فوق، من تحت ومن فوق، وخلينا أقلل الأوبيسيتي بتاعة اللاير الأولى. يلا 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 اهو. تمام، عشان بس يديني الخط اللي انت شايفه ده، الخط ده يعني هيدي شكل واقعي اكتر لكنها حقيقيه. تمام، خليني ارجع لللاير الاولى خالص بتاعه اللايت اهي. تمام، وممكن نقلل الاوبستي كمان بتاعتها شويه، وانا حاسس ان في اللايت اللي ورا دي تبعنا اصلا ولا مش تبعنا؟ لا اعتقد في الخلفيه الحاجات دي مش تبعنا. طيب اوكي، يبقى احنا زي ما احنا اهو، همسك الاثنين مع بعض ابدا اظبطهم بالشكل ده. طيب تمام، ممكن اخد منهم كوبي يعني الت كده، هما الاثنين مع بعض اهم. تمام، واحطهم فين؟ في الكشاف اللي ورا. يبقى انا كده معايا اثنين اهم واثنين فوق. طيب الاثنين اللي تحت دول ممكن ابدا اظبطهم، اخليهم ناحيه اليمين شويه اهو زي الفل. طيب انا بس مش عارف هو بيقلل الاوبستي. طيب اوكي، همسك الاربعه مع بعض وهدوس كنترول جي عشان هحطهم في جروب. تمام، وبعد كده ممكن تجيب الساتوريشن وكنترول الت جي برضو عشان تدخل اللي انت هتعمله جوه الجروب ده. وممكن نعلم هنا على العلامه دي وابدا ازود اللايت من هنا واقلل دي، فيديني اللون اللي انا عايزه. طبعا انا عايز يكون اللون الابيض عادي، بس يكون واخد سنه كده ايه الاصفر، يعني حاجه بسيطه قوي. بعد كده هعمل نيو لير، هجيب البروش هعمل كليك كده. تمام، وكنترول هبدا انزل الشكل ده، هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. تمام، خلينا ندوس اوكي وارجع ادوس كنترول تي تاني، واجيب الورب من هنا كده وهسحب من النص كده لليمين عشان يعمل لي الشكل الدائري ده اللي هنحطه تحت الفوانيس، يعني يبان ان هو انعكاس اضاءه. تمام، خلينا اسحب تاني اهو اهو، خلينا اقول ان كده اوكي. طيب همسكه كده صغره شويه. تمام، وممكن الت كده اسحب عشان اعمل منه كوبي بالشكل ده. خليني ابدا اظبط فيهم لحد ايه ما اخليهم يكونوا تحت الفوانيس بالظبط. طيب خليني اعمل ميرج كنترول ايه سريعا كده، واروح مثلا كليك يمين على اول اختيار فوق، شايفين الشكل الباور اللي تحت ده، هدوس الت وهسحب كده من الشمال لليمين عشان يدمج لي اللايت دي في قلب الارضيه، يبين الارضيه يعني اكنها واقعيه اكتر. وبعد كده هروح عند فلتر البلور ده وهديله سيكا كده علشان يبان ان هو يعني واقعي اكتر. ممكن انت تطوله شوية يعني زي ما انت عايز، بس اظن ان هو كده ممتاز. هحاول اقلل الوسط بتاعته سيكا صغيرة كده بالشكل ده. طيب نيجي بقى للخطوة الاهم بتاعت الريتاتش بتاعت الشخص. خلينا هنعمل ميرج الراس خلاص مع الجسم. تمام، في تركاية بسيطة جدا هقولك عليها، تركاية حلوة يعني وجديدة او جايز تكون يعني بالنسبة لنا. طيب ركز معايا، انا كل اللي هعمله كوبي من نفس الشخصية، هروح على المالتي هنا كده، هيغمق لي
او هيعمل لي بيرن على 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 الحتت اللي فيها البيرن اصلا, يعني بيغمق لي الحتت الغامقه على قد ما بيقدر. كل اللي انا هعمله هدوس كليك يمين وهروح عند اول اختيار فوق, شايفين برضو نفس الباور ده, انا هشد من الشمال كده, شايفين هنا هو بيعمل ايه, بيحاول يفصل لك الدوج لوحده والبيرن لوحده اللي هو يعني الغامق والفاتح لوحدهم. فاحنا كده شغالين على الغامق, شايف الغامق, انا هحاول اهو اظبطه يعني خلينا بالشكل ده مثلا. هدوس Alt وهسحب من الجزء ده وممكن هرجع الجزء ده, شايفين عمل ايه, يعني هوريكم دلوقتي هو عمل ايه. خلينا ندوس الاوكي ونشوف كده, هو غمق لك الحتت الغامقه وساب لك الفاتح زي ما هي. طيب هرجع لنفس الليير الاولى اللي هي الفاتحه, هعمل منها كوبي وهطلعها فوق, وبعد كده هعمل سكرين. هي نفس الخطوه بس المره دي هنشتغل على الفاتح بقى اللي هو الدوج, ونفس الموضوع هشد الباور ده كده وهركز على المناطق الفاتحه, وبعد كده Alt وهسحب الجزء ده عشان يطلع لي النتيجه دي, وبعد كده هدوس اوكي. طيب خلينا اعمل الاثنين في جروب وهبدا اشوف كده النتيجه. ممتازه طبعا, بس احنا ممكن نقلل البرن اللي هي الدرجه الغامقه دي, نقلل الاوبسيتي بتاعتها بالشكل ده, فنبص كده ممتاز طبعا. طيب هنعمل ايه, هجيب الاستيكه وهشيل البرن اللي هو عمله لي ده او الغامق ده من على البدله, يعني خلي الكلام ده هنستكفي بيه في الـ في الـ في الـ في الوش يعني في البشره فقط اهو. تمام زي الفل. طيب انا ممكن اعمل ميرج كل الكلام ده مع بعضه تمام, وركز في الخطوه اللي بعد كده. كل اللي انا هعمله هعمل نيو لير وهروح عند اللهم صل على سيدنا محمد اديت, وبعد كده هدوس على الفيل وهجيب هنا 50% جري, وبعد كده الاوفرلاي, وبعد كده اوكي. حلو, تحس ان هي مطلع اغنيه. وبعد كده هختار من هنا الاوفرلاي برضو وهدوس كنترول الت جي عشان كل اللي هعمله يكون جوه الشخص فقط. طيب وهزوم كده تمام. ركز معايا بقى, عندنا هنا في التولز الدوج تول والبرن تول. طيب الدوج قلنا الاداه الخاصه بالتفتيح والبرن العكس. طيب يبقى انا هجيب الدوج الاول تمام, وهكبر السايز واحاول اقلل الرقم ده شويه اخليه مثلا 20 تمام, وهبدا ادوس على الحتت الفاتحه, يعني الحتت الفاتحه اللي زي كده هبدا ادوس عليها فهيفتحها لي اكتر. ركز معايا بقى عشان ايه, اهو ابعد عن الاماكن الغامقه اللي زي كده مالناش دعوه بيها, هنروح لها بس مش دلوقتي. يعني العين كمان ممكن نديلها شويه كده كلر دوج قصدي تمام, وهتشوف النتيجه في الاخر هتلاقيها نتيجه باينه, بس بلاش نزود الرقم ده عشان شايفين الرقم ده حاول تخليه زي ما هو يعني 20 22 براحتك يكون في الحتت دي. زي الفل. خلينا بقى نروح للعكس, هنجيب البرن ونبدأ برضو نتأكد ان الرقم ده قليل, وهبدأ اغمق في الغامق. ممكن اكبر السايز عشان ادي غامق في الجزء ده كله مع بعضه كده, الشعر كمان. طبعا الريتاتش يا جماعه كل ما بتدي له وقته تمام وبتاخد فيه يعني راحتك كده, كل ما بتطلع بنتيجه افضل بكتير جدا من اللي انت شايفه قدامك دي. انا والله شغال سريعا عشان خاطر وقت الفيديو, بس انا في الاخر يعني بديك ايه الاختصارات كده وانت يعني عيش بقى. طبعا هو انت لو حسيت ان هو اسود قوي هقول لك بعد كده تعمل ايه, هنظبط الموضوع ده ما تقلقش. هنيجي عند الايد كده, هدي اسود برضو الغامق. احنا لسه يا جماعه لسه في شغل اللي هنعمله, يعني ما حدش يستغرب النتيجه كده. اهو هحاول اظبط الاسود كده على قد ما اقدر.
يعني حاول يعني انا بقول لكم ان النتيجه كده سودة وهنظبطها عشان في ناس بتسيبها سودة زي ما هي يا جماعه. لا لا يعني بلاش تبقى حرق الشخص قوي، حاول تظبط الموضوع ده. بعد كده هجيب الدوج وهبدأ امشي كده لسه في البر، هبدأ امشي على الابيض. عايز اقول لكم ان احنا يعني السرعة اللي انا شغال بيها دي المفروض ان هي يعني غلط، يعني خصوصا في الريتاتش، يعني انت المفروض لازم تبقى هادي جدا جدا في الموضوع ده. طيب كده شايفين النتيجة، احنا اللاير ده انا عملته ليه اللي هو بتاع الفيل وكده، عشان انت ممكن شايفين النتيجة في الاخر ايه، هنقلل اوستي سيكا من هنا اهو، لو انت شايف ان النتيجة يعني عالية قوي. طيب ركز معايا في الخطوة اللي بعد كده، زي ما انا واقف كده هروح للسيلكتف كولر وهدوس برضو كنترول الت جي عشان يبقى جوه الشخصيه فقط، وهجيب مثلا الابيض وهبدا ايه احرك في الاسهم دي لحد ايه ما تظبط بقى الشكل اللي انا قلت لك. لو الشخصيه بانت انها محروقه قوي او اسودت منك تبدا ايه تظبط في الكلام ده اهو. تمام يعني خلينا اقول ان كده تمام. طيب خليني اطلع فوق خالص بقى واجيب الكولر لوك اب مثلا، وهجيب مثلا النايت الليل، يعني احاول اسودها او اليلها شويه اهو. اوكي مثلا هقلل الاوبست لحد 28 وهعمل واحده كمان نشوف مثلا طبعا الحاجات ديت موجوده في الفوتوشوب، يعني انا مش ضايفها ولا حاجه، هتلاقيها عندك برضه. شوف الكريسبي دي مثلا، لا ننزل كده يعني ممكن الاصفر ده بس نقلل الاوستي قوي وخليها مثلا سوفت لايت كويس. نحاول الليل دي نفتحها شويه اه بالشكل ده. تمام تمام. طيب ركز معايا في الخطوه اللي بعد كده، انا هنزل تحت كده تحت الاثنين كولر لوك اب اللي انا عملتهم، اعمل نيو لير وهجيب البرش كبر السايز خليها الاسود. انا محتاج اغمق الجزء اللي على الشمال ده اخليه يبقى ناحيه الشخص كمان بالشكل ده. تمام وهروح للشخص نفسه هعمل نيو لير وهو كده كده هيدخل جواه، وبرضو هبدا اعمل شادو او اظلل كده الجزء اللي على الشمال ممكن كده، واقل الاوبست بتاعتها وبالاستيكه كمان ابدا ايه امسح يعني اللي جوه العين وكده. تمام على اساس ان هو يبقى منور من على اليمين ومظلم من على الشمال. طبعا موضوع الاضاءه ده بيبقى شكل بيدي شكل في الاخر ممتاز يعني. وفي نفس اللي انا واقف عليه هعمل برضو نيو لير وهي كده كده هتخش تلقائيا جوه الشخص، وهجيب البرش وركز معايا هجيب مثلا الدرجه اللي تبقى قريبه جدا من اللايت اللي احنا عملناها للعربيه، وهبدا خفيف كده هقلل السايز. طبعا هي كتير يعني بس احنا في الاخر هنقللها واقول لكم ازاي، واحاول تبقى ايه بره يعني بره خالص على قد ما تقدر. اهو يعني هستكفي كده، خليني مثلا اعمل سكرين وكليك يمين والت واسحب كده اهو عشان يدمج لي اللايت دي جوه البدله نفسها، وممكن كنترول يو اخلي الساتوريشن ما يكونش اصفر، يعني احاول اقلل الاصفر ده يكون ابيض شويه. تمام وممكن بالاستيكا الزيادات بقى اللي دخلت جوه ابدا ايه بالراحه كده امسحها، وممكن ايه ازود يعني اعمل ارجع تاني الخطوه دي عشان اعرفكم، يعني انا واقف على اللير بتاعه اللايت كنترول جي من الكيبورد عشان يعمل لي كوبي، وبعد كده كنترول الت جي عشان ادخلها تاني اهو، يعني عشان يبقى عامل لي اتنين كده. تمام وممكن نحذف اللي هنا ده يكون قليل شويه لان هو المفروض اللايت هنا يعني خبطه، هو المفروض ان هي اللايت دي خبطه في ظهره شويه، عشان كده انا مش عايز ادخل اللايت جوه على الوش من على اليمين، انا هستكفي في الودن مثلا وفي الشعر والكلام ده. فانا ممكن اعمل نيو لير كمان وابدا ايه
اهو اقلل الفلو، لا هنقلل كمان الفلو ونخلي مثلا يكون واخد الابيض شويه اهو. يعني ممكن ندي حاجة بسيطة قوي، ما تبقاش زيادة. وممكن اعمل نفس الخطوة اللي هندمج بيها الكلام ده جوه الشخصية نفسها اهو. تمام. طيب لو في زيادة على الكتف ممكن نبدأ نشيلها كده اهو. تمام. واللايت بقى اللي طالعة بتاعت العربية اللي على الشمال دي، يعني نحاول ايه نخليها تبقى قليلة شوية من هنا، أظن كده يعني ممتاز. تمام. طيب خليني أطلع فوق خالص بقى وأبدأ أظبط الكالر بالانس، ونبدأ مثلا يعني أهو الألوان بقى. يعني أنت ممكن تخلي التون مثلا أو الكالر مود بتاعت الديزاين كلها ميدي على الموف أكتر، على الأزرق شوية، على فاهمني. دي حاجة بقى بترجع لك أنت على حسب ما أنت حابب الديزاين بتاعك يكون خارج. بس بلاش تحرقوا الدنيا كده يا جماعة، حاولوا تخلوا الموضوع يكون بسيط، يعني ما يبقاش اوفر. تمام. انا حاسس ان هنا بدأ يسود اهو بعد الحاجات اللي احنا بنعملها، فهبدأ اقلل الاسود اللي انا كنت عامله هنا شوية عشان الدنيا تبقى معايا زي الفل. طيب خلينا اكتب الجملة اللي هي ستوب اسم الفونت اهو، ممكن برضو اسيبه لكم ان شاء الله مع الملحقات. طيب انا محتاج يعني اجيب الحاجات دي كلها يمين شوية عشان الكلمة تبقى ايه، تبقى واخدة راحتها شوية. خلينا اقول اوكي. طيب هزوم كده عشان اعمل اللي هي الستوب يعني بتاعت العربية، لما بتدوس مثلا فرامل او حاجة هتلاقي ان هي بتدي لايت احمر. فخلينا اقف في اي مكان بعيد عن كل الليارات دي، هعمل نيو لير، هجيب البروش وهعمل الريد، وبعد كده هدي احمر هنا بس هعلي الفلو. ممكن سكرين اهو. تمام. وممكن الت من يعني اخد نفس الدرجة اكبرها بس شوية، انزلها على الارض وانزلها تحت العربية كمان بالشكل ده، ونفس الخطوة اللي بنعملها كل مرة عشان ندمج الكلام ده في الارضية اهو. يعني خطوة سريعة وبتدي في الآخر شكل كويس. تمام. خلينا نعمل بقى آخر خطوة، هو إن أنا هعمل ميرج لكل الكلام ده. بس لو أنت مش عايز تخسر الليارات، يعني هعمل على كل الليارات دي سيلكت كده أو هعلم عليهم كلهم، وبعد كده ألت سهم فوق هياخد لي كوبي من كل الليارات، كنترول إيه عشان أعمل ميرج، هيبقى كده الديزاين كله في لير والليارات تحتها، عشان لما نخش على الكاميرا رو لو حبيت بقى بعد ما عدلت ترجع في حاجة في الليارات يبقى معاك الدنيا ايه شغالة. طبعا الكاميرا رو زي ما قلنا كتير قبل كده دي ارقام مش اساسية، الموضوع بيرجع برضو على حسب عينيك. طبعا يا جماعة النتيجة ان شاء الله سهلة، يعني ان شاء الله سهلة ما فيهاش اي صعوبة، وبإذن الله تكون عجبتكم. يعني انا والله بحاول اركز جدا جدا ان انا اطلع خطوات بسيطة سهلة. تمام. ما تعقدكش انت مثلا كمبتدئ، وفي نفس الوقت بنطلع بنتيجة يعني الحمد لله لحد ما مرضية. طبعا انا مستني رأيكم في الكومنتات برضو، اللي شايف ان في حاجة صعبة في الشرح يقول لي، على اساس ان انا في الفيديوهات الجاية ابدأ اخد بالي منها. اهو برضو هنشوف النتيجة في الاخر تبقى عاملة ازاي.
طيب خلينا اقول اوكي ونشوف اهو. طبعا حاجة بسيطة بس يعني جامدة. وبس كده، يا رب يكون الديزاين عجبكم، يا رب ما تبخلوش عليا بالكومنت يعني كده عشان ابقى عارف انا ماشي ازاي. مستني رايكم واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.